فاطمة. أيوة. فين الجلابية والزبدة وشال الكشمير؟ مش لاقيهم. صابر مستنيني. مش قبل ما تقول لي وتجاوب على سؤالي، أنت ليه كانن هنا في النجم ومش بتروح كليتك في أسوان؟ زهقان وتعبان وقرفان، ارتحتي؟ الحديد ده مش داخل دماغي. وينك يا مايتي؟ سبتيني ورحت لجدتي ورميتيني لقمة سهلة في خشم فاطمة. طب روح يا شملول افتح الباب. مساء الخير يا شادلي. خير عليك يا ترى البر. هما بيطلعوا ميتة يا ترى البر. أصل أنا كنت جاي أخد منك شوية حنة. أصل عايزة حني رجل أبوي، أصلها وجعاه. حنة بردك؟ بقى ترى البر بنت الحاج بكري صاحب الكشك الكبران اللي بيبيع غلال وعطارة، جاي تاخد من عندينا شوية حنة. هو أصل الحنة اللي عند أبوي مش حلوة، جديدة، لكن الحنة اللي عندك قديمة وكويسة. تفضل يا بنت عم، انت هتقف كده انت مخشم الباب. تفضل. خلاص يا فاطمة، انت قطميها ولا ايه؟ عيب، دي برضك ضيفتنا. اطلع منيها انت وهي تعمر. طير البر صاحبتي واللي داخل بيناتنا موجعاتي. هدخل اجيب لك الحن يا حنة. كيفك يا ترى البر؟ بيمين صدفة. أنا اللي هقولها لك المرة دي صدفة. ترى البر، في كلمتين محشورين في خشمي وعايز أقوله. ترى البر، أنا بحب، بموت فيك، أنا ما قدرش أعيش من غيرك. ترى البر، أنا عايز أتجوزك. بس اهدى، في حد بيجري وراك ولا إيه؟ مالك عركت كده وتلكلكت في الكلام؟ مفروض انا اللي عرك واتلكلك ولا ايه؟ ترى البر، بتحبيني؟ سكتي. هاني اسف اني طريقة بتاع الجماعات، حتى بيقولوا السكوت علامة الرضا. يا بوي، أنا مش مصدق نفسي. الحنة. حنة ايه؟ الحنة. هاتي. شكرا. سلام يا فاطمة. نزل التردد الجديد 11785. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.